الحمد لله يعني في نسب اشغال عندنا قله، يعني بتتراوح من 25 ل 30% اشغال. طبعا بنلتزم بتعليمات وزاره السياحه والاثار، التباعد الاجتماعي، بنتبع التزامات وتعليمات التابع للكوفيد 19، الالتزام بالقواعد طبعا من خلال الدوله. مع ذلك بنعمل يعني نشاطات قليله بحيث ان احنا نعمل انتعاشه للسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه من خلال الترفيه البسيط. احنا الحمد لله فاتحين بقى لنا دلوقتي حوالي شهر ونص. الحمد لله عندنا جنسيات مختلفه قوي، يعني عندنا اوكران، عندنا تشيك، عندنا انجليز، طبعا ناس جايه لنا من كل انحاء العالم. احنا ماشيين بالاشتراطات الاحترازيه بتاعت اللي مديانا وزاره السياحه والاثار. طبعا احنا مفيش اي حفلات، مفيش اي حاجه من الحاجات الكلام ده كله، لانه يعني ممنوع طبعا، واحنا ملتزمين بالحاجات دي كلها. وطبعا النزل عندنا كلهم يعني مقدرين حاجه زي كده. طبعا احنا داخلين على حفله كبيره اللي هي الكريسماس وراس السنه اللي كل العالم بيهتم بيها، طبعا عشان الظروف الحاليه بتاعت كوفيد كورونا وممنوع ان في حفلات، فاحنا بنحاول ان احنا نعوض الزباين بالاكل بتاعنا. احنا بنهتم جدا بالشوهات، بنعمل شكل جميل، بنعمل اكل كويس يرضي كل الاذواق ويخلي الجيست نفسه ان هو ما يدخل يتعشى يحس ان هو دخل على حفله، ما حضرش حفله اي نعم، بس هو حضر حاجه تحسسه بالالحاق بتاع الحفله بتاعته، يكون مستمتع جدا بالاكل اللي احنا بنقدمه ويرضيه ويرضي كل الاطراف كلها. أنا الآن في الغردقة، وهي أفضل المدن وأجمل بحر، والشمس جيدة. أهلا بكم في الغردقة، أفضل مكان للراحة والإجازة في العالم. قدمت إلى مصر لاستقبال العام الجديد في مصر رغم ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأنا أدعو كل أصدقائي للقدوم لمصر للاستمتاع واستقبال العام الجديد. الجو مشمس والجو جميل جدا، وأنا سعيدة لقدومي لمصر لاستقبال العام الجديد من هنا، وأدعو الجميع لزيارة مصر، وأتمنى للجميع سنة سعيدة.